ورحمة الله. الاخبار ان شاء الله طيبين. الحمد لله الحمد على لله السلامة. استاذ. الله يسلمك، يديك العافيه دكتور. فتحناكم امبارح يا أخي. الله لا ما تفقد عزيز ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. اهلا بالبروف. أهلين. كيف اخبارك؟ تمام ما شاء الله، ما شاء الله تمام عيني الحمد لله. بارده. بقيت بروح عديد ولا شنو؟ خليني بخروك يعني ما ثاني. شاء الله والله يعني ما شاء الله ماشي كويس جدا ايوه كي بوينت. الحمد لله والله محتاجة الموتيفيشن دي اخي بتاعتكم دي. لا لا ضروري يعني ما شاء الله يعني لا ما في كلام، تبقى ما شاء الله. لا ما اقدر راك السلام يعني. عليكم، كيفك؟ خالد صح وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه، كيف يا دكتور؟ مساء النور عليك. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. فيكم الله كيف يخليك اخباركم؟ تمام فاطمة أسامة خالد آدمي فيكم كلكم عليكم يا السلام استاذ. خالد مساء الخير. الزبير كلكم الله يخليك. الله يديك العافية، بارك الله فكيف فيك. بقيت كويس؟ خير الحمد لله. أسامة والله كويس يعني، والله مبارك يعني، جاتني احساس انه راح تكون كورونا، لكن يعني قربت، يعني قربت الحمد لله جيت. يا راجل مالك أسامة هسه لو في بعد الشر يا دكتور وهب الله لأنه كان تهاني. هاجر هكذا بدون أي مناسبة. لا وصل من الكورونا ولا شنو؟ هي شكلها لوز مني لانه قرب التجربه زحت مني. سبحان الله، يا رب ربنا يحفظ الجميع ان شاء الله. لا والله العظيم المحاضرة ربنا يحمينا. 14 صح؟ هاي والله 14 يا الفكره 14. ايوه السلام عليكم. السلام وعليكم السلام. اوكي الجماعة كانوا واقفين في الباب. يا رب يا كريم. يا جماعة في سؤال، في أي فيدباك؟ مويه الجرم الكلام ده ينزل في المعدة. هسه الدكتور الجو ما تكتر سيري زي نعم الصوت الصوت ما له اختفى. لا سامعينا كويس. السلام عليكم، مساء الخير عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم أنا محمد يوسف. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله. وعليكم السلام. في أي سؤال يا شباب؟ أي استفسار قبل ما نبدأ؟ نفضل نخليها بعد المحاضرة، بعد نهاية المحاضرة. اوكي تمام. طيب قبل ما نبدا في بكره ان شاء الله ما حتكون عندنا محاضره كويس. عايزكم بكره شنو؟ عايزكم بكره تراجعوا لانه انتهينا، نحن انتهينا من الانتجريشن وانتهينا من السكوب ومن الاسكادر، الثلاثه دي اللي انتهينا منهم. فبكره انا حديكم اوف، لكن اوف بس انه ما في محاضره، مش اوف انه ما تعملوا حاجه. انا عايزكم تراجعوا الحاجات دي بعد بكره ان شاء الله. هعمل لكم اختبار تمام. الاختبار بيكون بس من الكويزز كلها، يعني من كويز 1 لحد كويز 13 ان شاء الله. فانا حاسس ان المعلومات بقت كثيره عليكم، بس عشان ما يجيكم يعني حته بتاعت دي ما حاسس في غيام رابطه، ما ده ما احساس. كويس. انت عارف ما قصدي شوف يا استاذ خالد. ايوه يا خالد اصلا العلم ده انا عارفك، انت معايا في نفس الصفحه، انا عارفك. ايوه نعم انا في سطح الضغط بصراحه. ما هو شوف العلم ده زول ما بيقدر يبحث عليه الا لما نحس فيه قلق وفيه يعني حاجه كده، معناه هو خلاص ماشي صح. اكيد ايوه. ايوه لكن لما والله يكون يا الزول ما دكتور شغال بالموضوع وما مقلق وكده، معناه هو اصلا ما فارق معه. والله يا والله يا خالد الموضوع بقى صعب شديد، لكن لا بالعكس هو حتى ما لو قعدت صعب. راس ساعتين شوف كده يا باشمهندس ادم، انت دائما بس شوف انت دائما خد بروجكت في راسك، لو ما خطيت سيناريو في راسك الشغله ما حتقع عليه تمام، لانه فيها حاجات اصلا ما منطقيه الا في البروجكت مانجمنت، الا في اداره المشاريع. فانت بالتالي لما تجي تحل اي حل وتشتغل اي شغل في البروجكت مانجمنت، طوالي خدت لك بروجكت في راسك
تمام. حتى لو انت اصلا قبل كده ما اشتغلت في بروجكت، فكر لك في بروجكت صغير، يعني مثلا بروجكت بتاع المطبخ اللي احنا ضربنا نقول مثلا بتاع العماره كويس، بتاع مثلا كورس يا استاذ خالد، يعني باعتبار انك انت استاذ وكده مثلا داير تعمل كورس بتاع لغه انجليزيه لناس مثلا للمهندسين كويس، يعني في اي شغل الشغل بتاعك ممكن انت يعني تفكر لك في بروجكت كويس، دي بتحل لك كثير جدا بالمناسبه. طوالي ترجع للبروجكت اللي انت خدتيه، للسيناريو اللي خدتيه في راسك. انا ما اقدر احدد عليكم سيناريو بس تمشي عليه الان الا لما ننتهي من العشره نولج. لما ننتهي من العشره نولج عندنا ثلاثه سيناريوهات جاهزه كويس، انت تختار السيناريو اللي بيناسب الباك جراوند بتاعك. ناس الكونستراكشن يختار الكونستراكشن، ناس الميكانيك ممكن يختاروا الكونستراكشن، ممكن يدخلون برضه مشروع بتاع وهكذا كويس. ناس التدريس وكده، يعني عندنا كورس مثلا نحن دايرين نعمل ماستر ديجري كورس في جامعه، فنحن دايرين نعمله بروجكت كويس. فدي السيناريوهات دي نحن ما حنبدا فيها السعودي الا لما ننتهي من النولج اريا كلها. انت لما تنتهي من النولج اريا كلها بتكون عرفتها المعرفه اللي بتدير بها المشروع، لكن لسه ما عندك الخبره. تمام. بعد ذاك بنجي نبدا في المشروع من البدايه، من الانتجريشن. في الانتجريشن بنعمل شنو؟ في البناء بلاننج نعمل شنو؟ في الاكسكيوتنج بنعمل شنو؟ مونيتورنج اند كنترولنج والكلوزنج. كده بالطريقه دي انت بتكون خلاص انت اخذت المعرفه واخذت الخبره، كده انت بتكون ال 35 ساعه طالبينها منك ناس البي ام اي بتكون هاز بين كفر. وبعد ذاك تاخذ الشهاده اللي بيجيبها لنا دكتور نور كده، بتكون الامور كلها 100%. ان شاء الله ربنا يسهل. لازم الحته بتاعت انا بس معلش، يعني الحته بتاعت السيناريو دي لازم تحطها في راسكم، لازم تحط لك سيناريو في راسك. يعني حتى قاعد انت بالقلم والورقه كده جيب لك قول والله يا اخي انا دار اعمل بروجكت، والبروجكت ده خليه يكون طالع من الباك جراوند اللي انت شغال، يعني من شغلك وعلمك اللي درسته وخبرتك اللي اشتغلتها يعني. تمام يا شباب؟ ان شاء الله ربنا يسهل. يا دكتور تفضل. الجايد لاين بتاع البوكس يعني فيه شرح كثير، يعني سمها يعني بودي لك الحياه بالتفصيل يعني. البي ام بوك جايد؟ اي لا، اشوف البي ام بوك جايد ده انت ما تقراه قرايه عديل بتاع الكتاب، لانه هو اصلا ما كتاب كثير. ايوه، هي مرجع بترجع للحاجه اللي انت بس عايزها. مثلا انت مثلا الحته بتاعت مثلا التشينج ريكوست دي ما وقعت لك، تمشي بتقراه بيتقع لك، لكن تبداه انت تقراه كده قرايه صعب جدا. يعني هم ذاتهم هم بيقول لك يا اخي الكتاب ده ما 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 بتقري زي الكتب العاديه، يعني هم بس حاطين لك جايد لو احتجت له بترجع له بس، يعني لحاجه معينه. يعني الزول بس يركز على الكي وورد، بس الكي وورد هو المفتاح بتاع الحل بتاع اي اسئله. بالضبط. شوف المحاضرات دي كويس، السلايدز دي رقم واحد. بعد ذاك ترجع للكتاب، وثاني انا اخذت لكم الكتاب بتاع ريتا برضه بي دي اف، فهذول الثلاثه يعني شوف انك انت بترتاح. يعني في ناس مثلا بيرتاحوا للكتاب بتاع ريتا خلاص تمام، انسى موضوع انسى البي ام بوك جايد. البي ام بوك جايد ده خليه بعدين لما تيجي خليه بس في مكتبتك. يعني حسيت انه والله ريتا ده شويه كده التفاصيل كثيره، ارجع للبي ام بوك جايد، لكن الستارت بوينت بتاعك تكون السلايد دي، لانه السلايد ده انا شايله لكم من الاثنين، وعامل فيها حساب اللغه، وعامل فيها حساب انكم الحاجه دي قبل كده ما درستوها بنفس الصوره. يعني يمكن يكون عندك باك جراوند بتاع بروجكت مانجمنت لكن ما درسته بنفس الصوره يعني، فانا عامل الحاجه دي عامل حسابي فيها شديد يعني. اي يعني يلا دكتور، ثاني عندي حاجه بسيطه كده، اضافه بسيطه كده، لو الشباب سمحوا لي، يعني انا في ايامات الجايه دار اعمل لكم دار اطلع الكي وورد كده وهم اشرح لكم بالعربي كده يعني كده، وارسل لكم بشكل جدا جدا. شوف اي حاجه يا ادم، اي حاجه شفتها في الجروب ده فاتح يعني للحاجات دي، يعني دايرين في والله في نقاشات جميله، وما شاء الله يعني الغصوه ما شاء الله يعني مبدعه اروى، يعني ما شاء الله يعني. ودايرين شنو يا جماعه؟ احنا النتورك بتاعنا ده دايرين يكون نواه لاداره المشاريع الاحترافيه في السودان كويس، يعني ما دايرين انه والله يا اخي الكورس ده انتهى خلاص نحن بعد ذلك، لا نحن دايرين نكون الحاجه دي يعني متواصلين فيها، وممكن يوم من الايام نجي ننفذ لنا كلنا بروجكتي مع بعض، واي نوت ان شاء الله كويس. فعندك اي حاجه في الجروب طوالي رسلها في الجروب، عندك فيدباك عندك سؤال
الناس على غضب بقت نحن الليله لنا مور ذان 2 ويكس يعني خلاص بقينا اصحاب وبقينا اخوان وبقينا يعني علاقتنا بقت قويه فاي حاجه اطرحها في الجروب بسرعه خلاص تمام دكتور لو سمحت لي بس اي تفضل يا اسامه بس عندي اقتراح يعني الموديل بتاع الكورس مش بس حاليا في رمضان بنبدا الساعه 12 وبننتهي يعني تقريبا 1 ونص الصباح لان الواحد اللي بعيد في النوم لا بعيد يكون صاحي لانه هتكون مشكله يعني مع صلاه الصبح احنا بس لو اقتراح لو الناس بيوافقوا نقدم ساعه مثلا نعمل في 11 من 11 ل 12 من 10 قصدي من 10 يعني سوري من 10 شوفوا انا هنا في الحته دي انا خادمكم بس انتوا ادوني الوقت قول لي اخر الوقت اللي بيناسبنا كده انا الحمد لله القصه ما عندي حاجه يعني خلاص يعني الجامعه اخر اسبوع كان يوم الخميس فخلاص انا بقيت مؤجز يعني شوف راي الشباب كلهم اقترحوا اليوم اللي بيناسبكم وقول لي والله يا اخي يا ياسين ده اليوم الوقت اللي بيريحنا فانا ما عندي مانع تمام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف كيفكم ان شاء الله بخير والله الحمد لله في نعمه والله ادم كلكم كيفكم ان شاء الله الدكتور كيفكم كلكم تمام بخير الله يديك العافيه بخير الله يخليك يا نهاد الله يسلمك يا رب طيب يا شباب نبدا طيب خلونا بس شويه كده نعمل لكم بس مراجعه سريعه للديفلوب سكيدل وكنترول سكيدل كنترول سكيدل دي ما طرنا لها لكن هي ما حاجه ما كبيره يعني فسريع قبل ما اخش في الكورس خلونا نعمل لها مراجعه سريعه يعني على اساس انه لو في اي حاجه زول ما وقعت ليهم ممكن نمر عليها سريع طيب هنناقش الليفت اوفر زي ما قلت لكم اي حاجه يعني ما من السكيدول كويس في بس حاجتين كده صغار بمر عليهم سريع عندنا برضو كنترول سكيدول يعني انت خلاص جهزت الكنترول جهزت الخطه الزمنيه بتاعت المشروع بتاعك وكده انت لازم تعمل لها كنترول تمام كنترول دي اللي هي داخل فيها تشينج ريكويست والحاجات دي وكده يعني بعد ذاك بنيجي ان شاء الله بنمر عليه البروجكت كوست مانجمنت كويس طيب لو البروجكت بتاعك يا جماعه رانس بهايند ارفعوا يديكم للاجابه حسيت به انت خلاص قبل حسيت انه والله اخر بروجكت بعيد لو مشى بالوتيره دي ما حينتهي في الديدلاين انت المفروض سؤال لكم الصوت بيقطع الصوت أيوة. ما سامعني يا شباب من الفقره السابقه دي ها بس ما لك كلامك القبال يعني تقريبا سالت سؤال فما جانا السؤال اوكي لحظه بس خلينا اعمل طيب سؤالي هو انه البروجكت بتاعك لو متاخر يعني لو حاسس انك انت في اثناء تنفيذ البروجكت بتاعك ده البروجكت بتاعك ده هيتاخر ما هينتهي في الـ within يعني ما هينتهي في الديدلاين يعني او ما هيسلم في الوقت بتاعه انت المفروض تعمل شنو؟ لنا حاجه والزبير يقول لنا حاجه سؤال ثاني دكتور الصوت ما واضح كان عندي ايوه طيب نسرين ابدي الاجابه ايوه هنتبع ستيبس عشان نتفادى البيهايند دي اللي هو نعمل تشيك ريسك وريستيميت نعمل ريستيميت شكرا جزيلا ايوه خالد ممكن كومبريس سكيدول كومبريس سكيدول فيري جود الزبير معلش قبل شويه كنت قافل المايك عامل له ميوت وبتكلم بنعمل كراش اللي هو يا اما نقلل من الجوده او نخلي براح في الوقت اوكي كويس ممتاز ادم في المرحله دي استاذ يعني نقوم نعمل اسم الكراش يعني نعمل نشيف نعمل الكراش ونشيف بعد التيم
خلص من شغله شغلهم الثاني نجيبهم في شنو في باقي التيم عشان يكمل الشغل. تمام شكرا. سمر ريديوس سكوب. ريديوس سكوب اوكي جود. خالد دار تضيف حاجه؟ لا معلش ناسيها معلق زمان. اوكي تمام اوكي تمام. دي يا جماعه اوكي فاطمه عايزه تقولي حاجه؟ شايفك رافع يدك. قلت ممكن نزيد الوقت يعني. ممكن نزيد الوقت. اوكي طيب دي يا جماعه الخطوات زي ما اول خطوه زي ما قالت نسرين اول حنعمل ريستيميت. تمام ريستيميت سريع يعني انه والله يا اخي انا اعمل الاكتيفيتي دي اعمل لها ريستيميت. ايوه يا عامر عايز اقول حاجه؟ ممكن نعمل الكواليتي. ممكن نلعب في الكواليتي مظبوط. طيب نحن يا جماعه الحاجات المفروض نعملها انه اول حاجه نعمل ريستيميت كويس. لقينا والله يا اخي الريستيميت ده يعني ما جاب لنا النتيجه. بعدها بنمشي للمرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها اللي هي كومبريشن سكيدول. واحده منهم يا جماعه بنعمل فاست تراك. الفاست تراك اللي هي شنو؟ انه والله يا اخي انا عندي لو الاكتيفيتي دي بتنتهي في 5 يوم انا اقوم احاول اخليها تنتهي في 4 يوم. تمام واشيل اليوم الزايد ده اقوم اخده في حاجه ثانيه كويس. دي الحته بتاعت الفاست تراك. لقيت انه والله الفاست تراك ده ما عندي طريقه ما عندي يعني عملت لقيت الاكتيفيتيز بتاعتي دي كلها ما قدرت اصل لنتيجه مع الـ الفاست تراك. حامشي للمرحله اللي بعدها. وده السؤال قال لك شنو هو؟ قال لك يا اخي الزول ده عمل نزل عمل تشيك للدياجرام لقى انه ما في اي طريقه بتاعت انه اكتيفيتي عندها يعني يوم زياده ولا كده كويس. الخطوه اللي بعدها بتعمل كراش اللي هي شنو؟ يا نقصت الكواليتي كويس يا اما دفعت قروش زياده عشان انك انت مثلا تجيب عمال زياده. المهم يعني عندها علاقه بال ما عندها علاقه بالزمن. دي علاقتها بالريسورسز. تمام طيب عندنا حاجه ثانيه يا جماعه بنعمل وات اف سيناريو. دي اللي هي واحده من التولز بتاعتها مونتي كارلو. مونتي كارلو دي بتجي شنو يا جماعه؟ قلنا سيستم كمبيوتر سيستم بتخد فيه المعلومات بتاعتك كلها. بيقوم بيعمل لك شنو؟ بيعمل لك سيموليشن. بيقول لك طيب البروجكت ده لو انتهى في لو عايز ينتهي في الوقت المحدد بتاعه انت المفروض تعمل شنو؟ لو البروجكت ده عايز ينتهي بس بالبودجت بتاعته انت المفروض تعمل شنو؟ لو البروجكت ده انت عايز ينتهي بالسكوب بتاعه انت المفروض تعمل شنو؟ تمام؟ اللي هو ده وات اف سيناريو. واحده من الوات اف سيناريو اللي هو المونتي كارلو اناليسيس. عندنا يا جماعه حاجه اسمها ريسورس ليفلنج. ريسورس ليفلنج دي معنى دي شنو؟ ريسورس ليفلنج دي يا جماعه انه مثلا عندك في الاسبوع الاول او في الشهر الاول عندك 10 انجينيرز شغالين. تمام الشهر الثاني تقوم تنقصهم تحس انه والله يا اخي انا خلاص الاسبوع الشهر الثاني ده ما محتاج للعشره بقوم بحتاج للسبعه. تمام فالحته دي اسمها ريسورس ليفلنج. ممكن تكون في الناس او ممكن تكون في ريسورسز انه والله يا اخي انا الشهر ده عايز مثلا 5000 طوبه او 100000 طوبه. الشهر الجاي انا ما داير ال 100000 طوبه دي انا داير مثلا اقلها. تمام فانت تعمل ريسورس ليفلنج اللي هي بتعمل بالانس للريسورس بتاعتك كويس. والريسورس هنا يا جماعه اللي هي الريسورسز المواد والريسورسز قاصدين بها برضه الناس اللي بيشتغلوا بيت وبرضه قاصدين بها القروش. تمام او البودجت بتاعت المشروع بتاعك. طيب عندنا حاجه اسمها يا جماعه الكريتيكال تشين ميثود. الكريتيكال تشين ميثود دي اللي هي انت بترجع للكريتيكال للنتورك دايجرام بتاعتنا للاكتيفيتي بتحاول انك انت مثلا تقول والله بدل سي تنتهي بعد بي انا هخلي سي تنتهي بعد دي. تمام يعني تحاول انك انت تعيد النتوركينج بتاع الاكتيفيتيز. تمام دي هي الكريتيكال تشين ميثودز. دي واحده من التولز او التكنيك اللي انت بتعمل بها ريستيميت ده اللي قاعد عليه نسرين قبل شويه. تمام معلش يا دكتور عيده ثاني.
طيب الكريتيكال الكريتيكال تشين ميثود دي اللي هي انت بترجعي للاكتيفيتيز بتاعتك ذاتها كويس. يعني انت الاكتيفيتي بتاعتك انت عامله مثلا بي بتنتهي بعد اي سي بتبدا بعد كده بتقومي شنو بتقومي بتحاولي تعملي له ري استيميت وتغيري الطريقه بتاعتهم. يعني بدل بي مثلا تنتهي دي تبتدي بعد سي تخلي دي والله ترجعي دي شويه وتقدمي جي لانه حاسس انه جي دي ممكن تاخرني شويه فانا حقوم ابداها. يعني عندي طريقه بتاعت انه اقدر ابداها في وقت ابكر من الوقت اللي كنت خدتي ليها. فدي برضو واحده من الميثودز اللي انت ممكن تعمل بيها اللي هو البروجكت بتاعك حاسس انه هو رانس بيهايند سكيدول. تمام تمام. طيب عندنا ثاني يا جماعه الاجايل ريليس بلاننج. الاجايل دي يا جماعه مثلا انت بتبدا بحاجه واحده كويس، بديت مثلا بتاسك A، تقوم تاسك A دي تعمل لها ديتيلز كويس، تقوم تعمل مثلا او خليها مش بدل انا مثلا تاسك A عندها ريليس رقم واحد اوكي. ريليس رقم واحد ده ذاتك انت بتقوم بتعمل له ديتيل على اساس انه يبقى حاجه اسمها الريليس نمبر 2 او انترفنشن رقم 2 رقم سوري. انت بديت مثلا ريليس رقم واحد اوكي، في ريليس رقم واحد بتعمل له انترفنشن كويس، انترفنشن واحد واثنين وثلاثه. انترفنشن واحد دي ذاته يا جماعه بتقوم بتجي بتعمل لها حاجه اسمها فيتشر اي بي سي. باختصار كده طبعا الاجيال ده حاجه يعني حاجه براها، لكن ممكن نحن ندخله في البروجكت بتاعنا اللي هي انك انت شنو الاكتيفيتي ذاتها بتقوم بتقسمها لاكتيفيتيز اقلها عشان انت تتاكد انه الاكتيفيتي دي اكتملت في الوقت المحدد لها يعني بدون اي مشكله يعني. تمام. الاجايل عموما يا جماعه نحن دي ده برضه ناس البي ام اي بيدرسوه حاجه براوي يعني، لكن ممكن الناس تمشي تفتش وتبحث عنه. انا شخصيا ما عندي عنه باك جراوند كثيره كويس، لكن لو في اي واحد يعني عنده فهم او عنده معلومات عن الاجايل ممكن في نهايه المحاضره يقول لنا. تمام. لكن بس الحاجه المهمه انه عندك فيه حاجه اسمها ريليس وانترفنشن تمام، وعندك حاجه اسمها فيتشر. انت دي الطريقه اللي بنقسم بيها اللي بتعمل بها بلاننج. اي سؤال لحد هنا يا شباب؟ اوكي. طيب نمشي ل عندك يا جماعه عندنا نحن ثلاثه شارت اوكي. واحد منهم المايل ستون شارتس. المايل ستون شارتس ده يا جماعه انت بتحتاج ليه لما تيجي تعمل ريبورت للسينيور مانجمنت اللي هو بتوريه انه والله يا اخي نحن وصلنا المايل ستون بتاعتنا ايه، وصلناه يوم كده، وهي المايل ستون بتاعتنا دي عملنا يعني اصلا عملنا فيها كده ولا عملوا منه والحاجات اللي حصلت فيها يعني. تمام. عندنا حاجه يا جماعه اسمها النتورك دايجرام، وده تكلمنا عنه امس واول امس اوكي، اللي هو ده الاكتيفيتيز بتاعتك كلها انت بتحطها في 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 دايجرام وبتربطها مع بعض، بعدك بتجي بتشوف الوقت بتاعها. تمام. عندك حاجه يا جماعه اسمها البار تشارتس. البار تشارتس ده اكزامبل اللي هو يا جماعه الجان تشارت. الجان تشارت ده اللي هو انت دائما بتستخدمه في التراكنج ذا بروسيس، فهو ده طبعا دي حاجه فيري بيزك وحاجه اصلا في اداره المشاريع ما الناس بقت ما شغاله بها كثير لانه حاجه يعني ما بتفيدك كثير. تمام. يعني ممكن انت تستعيد بالحاجه دي بالنتورك دايجرام ومعاه المايل ستون شارت، لكن بس انت لازم تعرف انه في حاجه اسمها الجان شارت. الجان شارت دي مثلا اكتيفيتي A بتبدا يوم 15 وتنتهي يوم 16. عندك مثلا بي بتبدا يوم 15 وتنتهي يوم 20. تمام. فبيكون فيه شكله يعني بارس يعني تمام، اعمده بتكون ماشيه كده بتعمل ريبريزنت لاي تاسك. ممكن دي بتعمل في البروجكت في المايكروسوفت بروجكت. تمام يا شباب.
الثلاثة دائما يا جماعة بيجي ديل بتجي منهم بيجي منهم السؤال، السؤال بتاعهم انه يا اخي انت لو دار تعمل ريبورت للمانجمنت الدايجرام المفروض تستعمله شنو؟ لو انت مثلا عايز تشوف الديبنسيز بتاعتك الديبنسيز والاكتيفيتيز والايرلي ستارت بتاعه والليت ستارت والايرلي فينيش والليت فينيش، انت المفروض الدايجرام اللي بتستعمله شنو؟ اللي هو النتورك دايجرام. لو انت قاعد تشوف البروجكت بتاعك وصل وين ومشى وين الليل، والله احنا مثلا في يوم 10 في يوم 11 5 انا عايز بشوف انه والله البروجكت يوم 11 5 عندي مثلا الاكتيفيتي اي دي الاكتيفيتي اي قربت تنتهي وهكذا. فبرسل لكم امثله للثلاث حاجات دي في الجروب، لكن لو رجعتوا للبي ام بوك جايب له دايجرام يعني واضحه يعني. في سؤال يا شباب قبل ما اخش في الكنترول؟ طيب في المرحله دي يا جماعه دائما الكنترول بتاع السكيدول ده في المونيتورنج اند كنترولنج، انت دائما بتعمل مونيتورنج للستاتوس بروجكت كويس، وبتعمل ابديت للبروجكت بروجريس وماني تشينج اي حاجه. يعني انت حصل مثلا تشينج، عملت ريكويست تشينج في الحته بتاعت المونيتورنج اند كنترولنج، لازم تجي راجع للسكيدول بيس لاين بتاعك وتعمل له ابديت تمام، لانه دي انت اي تغيير نحن اتفقنا يا جماعه انه اي تغيير نحن نحاول نعمل له اكوموديت ما ياثر على التسليم بتاع المشروع بتاعنا تمام. انت لو مثلا عملت تشينج ريكويست تمام، والتشينج ريكويست ده باصه وقالوا لك ابروف، لو ما جيت هنا راجع للسكيدول بتاعك وعملت له ابديت انت ما حتعرف يعني ما حتعرف انك انت اشتغلتها صح ولا ما اشتغلتها صح، ما حتعرف انك اصلا الحاجه دي او الاكتيفيتي اللي كان فيها مشكله وجيت راجع ثاني ليها انك انت حتلقى الوقت اديت الوقت بتاعك عشان تصلح فيه ولا لا، فحتعمل لك مشكله ثانيه. فانت دائما اي تشينج ريكوست تيجي طوالي تعمل ابديت للسكيدول بتاعك تمام. عايز تعمل اي ريبورت للسينيور مانجمنت بتاعك بتجي راجع للسكيدول بتاعك تمام. طيب البروجكت مانجرز يا جماعه ميجرز اجينست ذا بلان اند كنترول ذا بروجكت، هنا في الحته دي انت دائما زي ما قلت لكم بتجي راجع للسكيدول بتاعك وبتشوف انك انت المايلستون وصلتها، عندك اي مشكله بتاعت فاست تراكنج، عندك اي مشكله بتاعت كراش، عندك اي مشكله بتاعت ريسورس ليفلنج، اوكي بتجي راجع للسكيدول بتاعك. فاينلي برضو يا جماعه اي حاجه يعني انت عملت ليها تشينج ريكويست لازم تجي راجع للخطه الزمنيه بتاعتك وتعمل لها اكوموديت هناك، يعني تحاول انك انت تشوف لها وقت وتشوف لها شخص عشان ينفذها لك وحسب المشكله فيها شنو. التغيير طبعا دائما بيجي يا جماعه زي ما قلنا بس سريع كده، التغيير يمكن في الكاستمر لما جيت تسلمه في حاجات طلعت ما نفس الحاجه اللي اتفقت عليها، او مشكله حصلت قبل التسليم انه والله يا اخي العمال في مثلا شقه ما 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 عملوا ليها فينيشنج كويس تمام. فانت قبل ما تسلم المرحله بتاعت التسليم طوالي تجي بتشوف المشكله شنو، حسيت انه والله المشكله دي تتعالج سريع بتعالج، ما تعالجت سريع انت طوالي بتبدا التشينج ريكويست بتاعك. قبل ما تبدا التشينج ريكويست بتكون عارف انه والله يا اخي الحاجه دي انا حاجيب ليها مثلا روح تشتغلها وحيجي ادم يعمل لها كنترول تمام، عشان انت لما تيجي تقعد في الميتنج بتاع الكوميتي ده تكون جاهز، يعني ما لما يسالوك سؤال كده والله دقيقه ارسل واتساب لعامر، عامر تليفونه مبرود، لا انت لازم تجي جاهز لانك انت واحد من الناس الكي فيجر في الكوميتي تمام. طيب انت المفروض الحاجات اللي هنا تعملها شنو؟ اول حاجه يا جماعه ريستيميت، لو حسيت انه والله يا اخي البروجكت بتاعك ده حيحصل له تاخير وكده وكده دي الحته اللي بتيجي تعمل لها ريستيميت. هنا بتعمل دائما بتعمل حاجه اسمها كونتاكت بيرفورمانس ريفيوز، بتجي تعمل البيرفورمانس بتاع البروجكت ده، الشغل بتاع البروجكت ده، الاداء بتاعه، بتجي بتعمل له ريفيو، تجي تشوف كل الامور مشت تمام، تاسك ايه انتهى تمام، بي ماشي كويس، دي
الناس شغالين فيها، الامور كلها تمام كويس هنا في الحته بتاعت الكنترول سكيتر. طيب لو في اي حاجه يا جماعه مثلا adjust future part of the of project to deal with the delays، يعني لو حاجه اي حاجه مثلا ما انت حاسبها حتتاخر، دي هنا طبعا الحته بتاعت الفاست تراك تمام. adjust future part of project to deal with the delays، دي الحته بتاعت الفاست تراك اللي اتكلمنا عنها امس. طيب لو حصل لك اي تغيير، اي حاجه كده يعني variance في الـ activities بتاعتك في الـ performance، انت دائما بترجع يا جماعه للبيس لاين بتاعك، للسكيدول بيس لاين بتاعك. نحن لحد الان عندنا ثلاثه بيس لاين، عندنا السكوب بيس لاين وعندنا السكيدول بيس لاين وعندنا الكوست بيس لاين. ده اللي انت بترجع له لو في اي مشكله في الحاجه دي، يعني مشكله في الزمن بترجع للسكيدول بيس لاين، مشكله في البودجت بترجع للكوست بيس لاين، مشكله في السكوب ذاتها بترجع للسكوب بيس لاين. تمام؟ عشان تتاكد انه الحاجه اللي طلعت هي نفس الحاجه اللي انتم اتفقتوا عليها. ليفل ريسورسز اتكلمت عنها قبل شويه، دي طبعا عشان ديستريبيوت الورك، يعني انت مثلا الشهر الاول عينت 10 مهندسين عشان يشتغلوا لك في 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 اكتيفيتي معينه، الشهر الثاني انت ما محتاجهم، تشيل تخلي سبعه، الثلاثه تمشي توديهم حته ثانيه، فدي بسموها ليفر ريسورسز. برضو دائما الحته بتاعت وات اف سيناريو دي انت دائما تكون مدوره معك، لو حصل كده اللي بيحصل شنو، لو دي احنا شلناه من هنا اللي بيحصل شنو، لو والله يا ادم ده انا شلته من التاسك اي دي وديته للتاسك دي اللي بيحصل شنو. فانت دائما الوات اف دي دائما بتكون في البروجكت طوالي مدوره. اي بروجريس يا جماعه لازم يكون في الريبورت، يعني لازم انت الريبورت بتاعك ده لازم يكون فيه البروجريس، يعني البروجريس ده سواء كان يعني حاجه اتشيف، حاجه فيها مشكله، حاجه يعني عملت ليفلنج ريسورسز، عملت فاست تراكنج، عملت يعني لازم في الريبورت بتاع البروجكت ده حتكون مكتوبه. وتلايز تشينج كنترول بروسيس زي ما اتكلمنا عن التشينج، يعني برضه هنا حصل اي تشينج لازم تجي تعمل له اكوموديت وتعمل له كنترول وتحطه في الـ الدايجرام بتاعك في الحته الابروبريت. سؤال يا شباب؟ في سؤال؟ ما في سؤال. طيب انا حابدا في الـ ايوه خالد اتفضل. بالنسبه للليفرنج ريسورسز التولز والاكويبمنت داخله فيها صح؟ طب ايوه تولز والاكويبمنت، يعني انت حسيت انه والله يعني مثلا انا هنا مثلا عندي مثلا تو ماشينري او في مثلا تو لودر شغالات في واحد من السايتس بتاعت المشاريع، الشهر الجاي انا ما محتاج الاثنين دول، محتاج واحد لانه الثاني حاشيله يشتغل في السايد الثاني بتاع المشروع. برضه بالنسبه للماتيريالز، وبرضه بالنسبه للمهندسين والعمال والهيومن ريسورسز. تمام شكرا. الله يديك العافيه. طيب يا جماعه نحن كده نكون انتهينا من السكيدول. السكيدول هو سهل يا جماعه لكن اخذنا فيه وقت عشان انه لانه مهم. هو سهل ما صعب، يعني حاجاته واضحه لكن مهم جدا جدا. ف زي ما قلت لكم يعني الواحد لو وقع له من اول مره ثاني خلاص انا متاكد خالد ثاني ان شاء الله ما حينساه نهائي، عامل الفاست تراكنج والكراشنج دي ما حينساه لي ثاني كله. فهي دي الحاجه الجميله في الـ ونسرين ما حد ينسى الاستيميت دي نهائي، حتمشي تعمله برضه في الطبيق وفي كده يعني. تمام طيب بس سريع كده نرجع للبين بوك اوفر فيو. بالنسبه للبروسيسز اوكي، وبالنسبه للنودج اريا نحن الان الحمد لله رب العالمين انتهينا من الانتجريشن اوكي، خلاص الانتجريشن دي بقت في جيبنا اوكي، انتهينا من السكوب، سكوب انتهينا منه، وانتهينا من يس دي السكوب، وانتهينا من السكادر اوكي. الليله ان شاء الله هنبدا الكوست. الكوست حاجاتها ما كثيره، كلها فيها اربع بروسيسز،
فيها ثلاثة في البلانينج. يا جماعة البلانينج دي فيها أكثر الحاجات كلها في البلانينج تقريبا، البلانينج والمونيتورينج اند كنترولينج. لو لاحظتوا انه الانيشيتنج فيها تو بروسيسز بس. ال كمبيوتنج فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 تخليها 10 اوكي. الاكسكيوتنج كلها فيها 10 بروسيسز. هنا تقريبا في 20 something كويس 24 اي ثينك في البلانينج، وبرضه في زي 18 في المونيتورينج اند كنترولينج، وفي واحده بس في الكلوزنج تمام. فالحته بتاعت البلانينج دي يا جماعه مركزين معاها لانها مهمه مهمه جدا جدا. والمونيتورينج اند كنترولينج مهم لانك انت لو ما قدرت تعمل بلانينج مظبوط المشاكل كلها حتصير لك هنا، حتصير لك في المونيتورينج اند كنترولينج، ما حتصير لك في الاكسكيوتنج. الاكسكيوتنج ده ما شغل بتاع تنفيذ بس، العمال دول شغالين حسب الفهم اللي في راسهم وحسب الخبره اللي في راسهم. لكن الحته بتاعت المونيتورنج اند كنترولنج دي هي الحته المهمه، لان هي دي فيها التسليم بتاع البروجكت، فيها تشينج ريكويست وفيها اي حاجه. انت عشان وجع الراس ما يجيك في الحته بتاعت المونيتورنج اند كنترولنج دي ومشروعك تسلمه ونظيف، انت البلاننج دي لازم تعملها نظيف. واللي هو في مثل بيقول لك فيليه تو بلان اذا بلان فيليه، يا الفشل في التخطيط هو فشل مخطط، يعني خلاص الفشل بتاعك ده جاهز لو ما انت بديت، لو ما عملت الخطه بتاعتك سليمه من البدايه تمام. يا شباب طيب الليله ان شاء الله هنبدا في البلان كوست مانجمنت، بعد بكره ان شاء الله هنمشي في الاستيميت كوست والديتيرمين بودجت والكنترول كوست. الكوست حاجاته ما 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 واضحه جدا جدا، ما هنجيب فيها كثير، وهي دي ذاته بنطبق على المثل بتاع الكاش بيقلل النقاش. يعني في سؤال يا جماعه؟ شايف في زول بيتكلم؟ طيب نرجع للسلايد بتاعتنا. بروجكت سكوب كوست مانجمنت. هنا يا جماعه البروسيس دي طبعا مزوله من البودجت كويس، يعني البودجت بتاعت المشروع كله، البودجت بتاعت الريسورسز اللي انت بتشتريها، الماتيريالز اللي انت مشيت او الايكويبمنتس اللي اجرتها، العمال اللي حتصرف عليهم، المهندسين المرتبات من الحاجه دي، الكونسلتنت، يعني اي حاجه عندها علاقه بصرف انت بتعمل لها مانج هنا في البروجكت كوست مانجمنت تمام. هنا بنطلع بحاجه اسمها يا جماعه الكوست بيس لاين، يعني الميجور اوت بوت من البروسيس دي هي الكوست بيس لاين. الكوست بيس لاين ده بنرجع له بعدين لو حسينا انه والله عندنا المشكله بتاعت كراشنج يا عامر، بنرجع هنا للكوست بيس لاين. عندنا زي ما قلت لكم عندنا اربعه. نعم السلايد ما ظهر لي. سوري ما عملت لها شير. طيب دي الكوست البروجكت كوست مانجمنت. اول حاجه هي مزوله يا جماعه من الكوست اوف ريسورسز نيديد تو كومبليت ذا بروجكت اكتيفيتيز، يعني اي قروش انت محتاجها عشان تصرفها انت بتيجي تعمل لها مانجنج هنا في الحته دي. الاوت بوت بتاع يا جماعه الكوست بيس لاين، وبرضه اللي هي البودجت الميزانيه بتاعت المشروع انت بتحسبها هنا، بتعمل لها استيميشن وبتعمل لها جراوندنج كويس. هنشوف جراوند يعني شنو هنا في الحته دي. عندها كمبروسيسز ثلاثه في البلاننج اللي هي البلان كوست مانجمنت والاستيميت كوست والديتيرمين بودجت. عندنا في المونيتورنج اند كنترولنج اللي هو كنترول كوست، انت تشوف انه الصرف بتاعك ماشي كيف، امورك تمام، والله انت والله حسيت انه والله يا اخي الصرف بتاعي ده بقى زايد. يا جماعه الكوست مانجمنت البروجكت كوست مانجمنت والبروجكت سكيدول مانجمنت كويس وسكوب مانجمنت فيها حاجات كثيره الثلاثه متشابهه تمام. طيب يا جماعه البروسيس بتاعت البلان كوست مانجمنت اي، تفضل يا خالد.
خالد. الشريحة السابقة معليش عفوا. تفضل. الرقم اثنين اللي هو سكوير رقم اثنين من فوق. الميجر ميجر ولا ميجر؟ يعني الحاجة الرئيسية اللي أنت بتطلع بها من البروسيس دي اللي هي الكوست بيس لاين. لا أنا قصدي العبارة المكتوبة ميجر ولا ميجر اوت، ميجر اوت بوت، سوري اوت بوت، ميجر اوت بوت دي قصدك؟ أيوة. دي انت اوت بوت. ايوه عفوا عفوا ايوه بس معليش غلطه. لا ما في مشكله. شوف لو من يكون عندك معاك استاذ بتاع لغه بيريحك. طيب اللي هي الميجر اوت بتاعي يا جماعه هو الكوست بيس لاين، تمام؟ وزي ما قلنا فيها اربعه بروسيسز، شير ثلاثه في ايوه ثلاثه في البلاننج. ميجر يا خالد، ميجر ميجر. نعم. يا دكتور ميجر. لا هو الدكتور بيقول الميجر اوت بوت. ميجر يعني قياس؟ لا ميجر. لا ميجر معنى يعني مين؟ الحاجه الرئيسيه. مين بمعنى مين؟ مين اوت بوت. المين اوت بوت. يس تمام. طيب هو كاتبه صح الدكتور؟ لا انا اوت بوت كاتب بس اوت. اوكي. طيب يا جماعه قلنا وقعت مع خالد يا دكتور. نعم؟ وقعت مع خالد. اي لا استاذ، الاساتذه ديل ما دائما كده يعني ما في مشكله. طيب قلنا في اربعه اللي هي فيها اربعه بروسيسز، ثلاثه في البلاننج وواحده في المونيتورنج اند كنترولنج، تمام؟ طيب نجي نشوف البلان كوست مانجمنت اللي هي دي يا جماعه، انك انت هنا بت بي بي دي الخطه اللي بتعمل بها مانج للبروسيس دي كلها، ما خطه عشان بس مانج البودجيت بتاعك ولا الكوست، لا البروسيس كلها يعني، تمام؟ اللي هي البروسيس اوف استابليشنج بوليسيز بروسيجر اند دوكيومنتيشن فور بلاننج مانجينج اكسبندنج اند كنترولينج بروجكت كوست، تمام؟ فانت دائما يا جماعه اي حاجه بلان بروسيس معناها انت بتعمل خطه عشان تدير بيها البروسيس دي ذاتها، مش تدير بيها الشغل اللي بيتم في البروسيس دي، لا حتى انك انت تتحكم فيها في مثلا الكوست مانجمنت. انت بتعمل كوست مانجمنت كيف؟ بتعمل له الخطه بتاعته هنا. انت كيف تعمل مثلا مونيتورنج اند كنترولنج للبودجيت بتاعتك؟ بتعمل لها خطه هنا في الحته بتاعت البلان كوست مانجمنت بروسيس. وكل النولج اريا كده يعني. هنا يا جماعه برضه بروفايد جايدنس اند دايركشن اون هاو ذا بروجكت كوست ويل بي مانيج ثرو اوت ذا بروجكت. يعني ده بس شرح للكلام اللي قلته قبل شويه، انه هنا انت لازم تطلع بدايركشن انه كيف تدير الميزانيه بتاعتك وتعمل ليها ماني طول عمر المشروع. نشوف الانبوت اوت بوت والتول اند تكنيكس ايزي، يعني ما فيها حاجه كومبليكيتد. دائما البلان مانجمنت حاجاتها واضحه. انت هنا محتاج للبروجكت شارتر، محتاج لل البروجكت كارتر يا جماعه، لانك انت بتحدد بيه مثلا منو اللي حيدفع القروش، منو اللي بيمول المشروع. عندك مثلا بنك حيمول، هل انه الشركه ذات المنفذ المشروع هي اللي حتدفع ولا الكاستمر هو حيدفع، تمام؟ فعشان كده انت محتاج للبروجكت كارتر، محتاج للبروجكت مانجمنت بلان بتاعتك، محتاج لشنو هنا؟ للسكيدول مانجمنت بلان اللي كنا اتكلمنا عنه، لانه ده على ضوء انت بتحدد الاكتيفيتيز والديوريشن بتاعها والناس المفروض يشتغلوا فيها، تمام؟ محتاج للريسك مانجمنت بلان، لسه احنا ما اتكلمنا على الريسك مانجمنت بلان، لكن هنا بس بنقوم شويه كده هنتكلم عنه بسيط يعني بعد بكره ان شاء الله في المحاضره بتاعت بكره. عندك انتربرايز انفايرمنتال فاكتورز، وعندك اورجنايزيشن بروسيس اسيتس. ديل الاثنين بعد ده ثاني احنا ما حنجي مرين عليهم كده لانه اديناهم زمنهم. تول اند تكنيكس، تولز اند تكنيكس، انت محتاج لاكسبير جادجمنت، محتاج للديتا اناليسيس، محتاج لميتنجز. الاوتبوت الكوست مانجمنت
الان. تمام، في سؤال يا شباب؟ طيب نجي هنا يا جماعه في تيرمز نحن لازم نخلي لهم بالنا. عندنا حاجه اسمها اللايف سايكل كوستنج. دي هنا انت يا جماعه لما تيجي تنفذ مشروع، انت فكر انه مثلا المشروع ده بتاع مكيفات، فكر انه والله يا اخي المكيفات اللي بتطلع دي بعدين الصيانه بتاعتها ما تكون تاخذ قروش كثيره. دي مهمه جدا جدا. يعني يا سيدي مثلا واحد يقول لك والله يا اخي نحن مثلا والله يا اخي نحن بنحب التايوتا كويس، عامر انا بس ضارب مثال يعني ما ما ما, ما تمشي بعيد. مثلا في والله في السودان احنا بنحب التايوتا، والله التايوتا ليه؟ لانه والله الاسبرات بتاعتها رخيصه، لانه هناك قبيل اليابانيين هناك خطوا دي في بالهم، خطوا انه والله نحن التايوتا اللي بنطلعها دي ما تاكل اسبير كويس، ولا حتى لو اكلت الاسبير يكون بتاعها ما غالي. دي نحن بنسميها شنو؟ بنسميها اللايف سايكل كوستنج. فانت اي بروجكت بتنفذه خد في بالك انه بعدين الصيانه والمينتنس بتاع البروجكت يعني ما يكون يشيل قروش كثيره، لانه ما فايده انت تعمل بروجكت كويس ينتج لك حاجه بعدين الصيانه بتاعتها تكون 50% من سعرها، ما في زول بيشتري عليها. تمام؟ ولا 30% ما في زول بيشتري عليها. فدي نحن بنسميها هنا في البروجكت مانجمنت بنسميها اللايف سايكل كوستنج. عندنا حاجه ثانيه اسمها الفاليو اناليسيس. طيب دي شنو؟ دي والله يا اخي انت لقيت مثلا انك انت محتاج تشتري خشب كل شهر، تمام، عشان تنفذ المشروع بتاعك. لما مشيت تشتري الخشب ده، الراجل بتاع المغلق قال لك يا اخي اسمع، انت لو اشتريت مني الكميه كلها بتاعت البروجكت اللي عايزها انا بعمل لك ديسكاونت 25%. تمام، انت طوالي هنا بتجي بتفكر في الموضوع ده بصوره جديه جدا جدا، وبالعكس ممكن طوالي تتخذ فيه قرار. فدي نحن بنسميها الفاليو اناليسيس. تمام يا شباب، دي اللي هي واحده من التولز والتكنيكس بتاعت الكوست مانجمنت. طيب نحن خلاص نخلص. في يا جماعه حاجات مهمه جدا جدا لما تيجي تعمل كوست مانجمنت. اول حاجه اليونتس اللي انت بتستخدمها لازم تكون واضحه. يعني مثلا انت عايز الاستاف ديل هتشغلهم هتدفع لهم باليوم ولا بالشهر؟ كويس. الاسبوع ذاته بتاعك بيبدا يوم الاحد وينتهي الخميس ولا بيبدا الاثنين وينتهي الجمعه؟ هل ساعات العمل بتاعتك صباحيه ولا مسائيه؟ عندك كم شيفت؟ الشيفت بتاعتك بتبدا كم؟ تمام؟ في مشاريع بيكون فيها الشيفت بتاعتها 24 ساعه، بيكون 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات. في مشاريع بتكون لا 6 ساعات 6 ساعات 6 ساعات، في مشاريع 12 ساعه 12 ساعه. يعني انت لازم بتكون عارف الحاجه دي، لان على ضوء انت بتعمل كالكوليشن للميزانيه بتاعتك. بعد ذاك مثلا عندك انت بتستخدم امتار ولا الياردة؟ يعني مثلا في بريطانيا ما بيستخدموا الكيلومترز ولا بيستخدموا المترز، بيستخدموا الياردة وبيستخدموا المايل. تمام، الليترز، الطنز، الكيلومترز. يعني انت لازم شفت الميجرز دي، اليونتس اوف ميجر دي يا جماعه لازم تكون خدت لها بالك، لانها مهمه جدا جدا لما تيجي تحسب الميزانيه بتاعتك. وبرضه الحاجه الاهم منهم كلهم الكرنسي، انت هل هتحسبه بالدولار بالريال ولا بالجنيه السوداني؟ تمام. طيب عندك ليفل اوف بريسيشن اللي هي دي يا جماعه الكوست استيميت بتاعك انت تعمل له راوند. يعني مثلا انت والله لما حسبت الميزانيه بتاعتك دي مثلا او الاكتيفيتيز بتاعت الميزانيه او الريسورسز بتطلع لك فيها كسور، انت المفروض يكون عندك سيستم عشان تعمل بيه راوند تجبر بيه الكسور دي. تمام، هل بتجبر مثلا ال 99 بوينت ال 99.9 بتجبرها للواحد ولا اقل من كده؟ يعني لازم يكون عندك سيستم. دي هنا ما عندها قانون، انت اللي بتحدد الحاجه دي. طبعا بتحددها على حسب العمله، يعني مثلا سعر الدولار، السنتي في الدولار بيفرق، البنسي في 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 الجنيه الاسترليني بيفرق. تمام، لكن القرش في الجنيه السوداني ما بيفرق. اوكي، فدي اسمها الليفل اوف بريسيشن. بعد ذاك الليفل اوف اكيوريسي،
انت لازم يكون عندك acceptable range. والله الحاجة دي انا لو قلت لي من مثلا لحد 10% بتكون لي تمام، ولو زادت لي لحد 10% بتكون تمام. فانت هنا ال 10% دي اللي بتعمله انت بتحددها انت، يعني 10% دي هنا بس example. دي عشان شنو يا جماعة؟ بعدين تطلع ميزانية realistic. هنا الميزانية برضو يا جماعة estimate، ما بتكون الميزانية بتاعتك يعني خلاص انه والله الميزانيه انت خطيتها دي بتكون هي بعدين ممكن تنقص شويه ممكن تزيد شويه. عشان كده انت لازم الهامش بتاع ال 10% بتاعك ده او ال 5% او ال 3% تكون انت انكلودد في الـ في الـ في الميزانيه بتاعتك. دي بتحسبها وين؟ بتحسبها هنا في البلان، في الكوست مانجمنت بلان. بتحدد انه والله يا اخي الهامش بتاع الحاجات لو زادت او نقصت 5% او 10%، ودي طبعا بتتفق معاه في مع الاستيك هولدر مع الريسبونسر. طيب ان شاء الله نيكست ليسون هنتكلم عن الاستيميت كوست وديتيرمين بودجت. زي ما قلت لكم بكره ما حيكون في محاضره، حتكون بعد بكره ان شاء الله. لكن بعد بكره قبل المحاضره يا جماعه حيكون في تيست حيكون شامل، يعني حيكون 20 سؤال من البدايه لحد النهايه. بنصحكم ترجعوا للكويزز، يعني راجعوا السلايدز كلها لو في حاجه ما واقع عليكم وكده كويس. عندكم سؤال حطوه في الجروب، ارسلوا لي في الخاص ويلكم اني تايم تمام، وارجعوا للكويزز. انا بحاول انه الكويزز كلها افتحها، لو في كويزز ما فاتحه بس ليت مي نو. شكرا يا شباب، والمايك معاكم للازرق. ممكن اسال الكويز تنزلها لنا كشكل بي دي اف في الجروب؟ الكويز عملها شنو؟ معلش شكل بي دي اف في الجروب جدا. انا بديت والله اعملها في بي دي اف لكن بس ما خلصتها، لكن ان شاء الله يعني بكره بعد بكره تلقاها كلها في الجروب. نكتبها عشان ما انسى. والسؤال الثاني الاجايل. ايوه جبال، انت شرحت الاجايل، يعني قلت يعني عباره عن كل تاكس عنده شنو؟ عنده سب تاكس. ايوه يلا انا بس هنا بقدر اوضح انه الاجايل يعني نفس الشغله بتاعت التري، يعني الشجره بس، يعني كل فرع عنده شنو؟ فرع شنو؟ ايوه يعني هو بيشتغل نفس شغل التري. انا ما عندنا في الكمبيوتر ساينس اكيد زين بيبدا الشغل نفسه قريب للعجائل. اوكي تمام جدا، يعطيك العافيه يا ادم. الله يعافيك. اي مداخله يا شباب؟ اي سؤال؟ دكتور تفضل. بس تعمل لك اكسبلين بال الاوتبوت اخر حاجه في الانبوت. الاوتبوت بتاع الكوست مانجمنت هنا. اي اورجنايزيشن بروسيس اسيد دي. اورجنايزيشن بروسيس اسيد دي احنا اتكلمنا فيها قبل خمس محاضرات لو رجعت. هي اي حاجه متعلقه بالاورجنايزيشن، يعني مثلا الليسون لين في الاورجنايزيشن متعلقه بالكلتشر بتاعت الاورجنايزيشن، الطريقه بتاعت الكوميونيكيشن في الاورجنايزيشن، الريبورتنج في الاورجنايزيشن، يعني كل حاجات مؤثرات داخليه ما مؤثرات خارجيه، ما زي الانتربرايز انفايرمنتال فاكتور. الانتربرايز انفايرمنتال فاكتور فيها حاجات من برا وفيها حاجات من جوا الاورجنايزيشن تمام. لكن الانفايرمنتال سوري الاورجنايزيشن البروسيس اسيتس يعني من اسمها كلها حاجات داخل الاورجنايزيشن، حاجات بتاثر على البروجكت بتاعك سلبا او ايجابا. وضحت؟ انا اسمك ما ظاهر لي صراحه، ظاهر لي بس التليفون بتاعك. يوسف لكن عشان انا ما خش بالكمبيوتر، خش بالتليفون. اوكي معاك منو؟ معاك يوسف.
يوسف يوسف الله يديك العافيه. خش معاك بالتليفون ما بشور الكمبيوتر. اوكي اوكي تمام. ها وقعت لك الاورجنايزيشن بروسيسنج هي وقعتكم مصطلح كده وقعت غير لكن تاثيراته يعني ماشي تاثيراته ما حسب انت مثلا انت مثلا لما تيجي تعمل انت لما تيجي تعمل مثلا البلاننج للكوست انت بترجع للاورجنايزيشن البروسيس اسيت دايما عندها علاقه بالكوست. يعني مثلا هنا اورجنايزيشن البروسيس اسيت انه والله يا اخي نحن بنعمل راوند بنجبر الكسر من 5 من 0.95 بنجبر ل 1 دي واحده من الاورجنايزيشن البروسيس اسيت. عندنا والله مش بتاع زياده ونقصان 5% اي حاجه زادت لحد 5% نحن ما عندنا معها مشكله. قلت من 5% لحد يعني 4.5 كويس 3.1 ما عندنا معاه مشكله. دي كلها دي الاورجنايزيشنال بروسيس اسيد. تمام وقعت. تمام وقعت الله يديك العافيه. لو ما في سؤال يا شباب او تعليق نحن انتهينا الليله. زي ما قلت لكم يا جماعه ارجعوا للمحاضرات كلها وان شاء الله بعد بكره حيكون عندنا تيست. يعني بكره ما في يا دكتور؟ لا بكره ما في. بكره مدينكم مش راحه مدينكم بس ما في محاضره عشان تمشي تقروا تمشي تذاكروا اللي هو يوم الثلاث. كلام جميل كلام جميل جدا. نعم يوم الثلاث يوم الثلاث يس اللي هو يوم 12/5 ده بس جيت حيكون بوقت. المره دي حنعمله بوقت يعني عشان منك انت ما يكون يعني الوقت بتاعه ما يكون مفتوح يكون وقت مثلا لو 20 سؤال من الديا بس من الديا نص ساعه. وبعد بعد الامتحان حنجي نوزع جوائز نشوف الاول من هو الثاني من هو كده يعني. بس جيت يا دكتور. نعم طبعا بس جيت خلصنا السكجل بعدين ونرتاح شويه ريست نعمل ريفيجن بعدين نواصل. عشان كده يوم بكره ده بدنا ناكل له ريست وريفيجن واي حاجه يعني بعد بكره ان شاء الله بنقوم التست. يعني بكره ما في كويز بكره ما في كويز ما في محاضره ان شاء الله. شكرا لك تمام 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 ان شاء الله. يا خالد اجتهد يا خالد اجتهدوا لا تجتهدوا انتوا بكره راح تتعبوا معانا تعب شديد البنات خليك ان قعدات جهزت الاسئله الكثيره. لا ان شاء الله بنفوز ما شاء الله تختارات عيني بارده. الله لا يقتل يعني لحد الان يا جماعه معانا افطار ومعانا برو البنات مصدرات معانا نجمه البروجكت ومعانا البروف ما شاء الله كلكم تحمدوا الله. كان نسرين كان القصوه كان فاطمه كان نهاد كلكم تحمدوا الله ما شاء الله. ما بقول لك شنو بس انت ما تحسبنا هاي ما تحسبنا بس لا 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 ما في حسب احنا من اول قلنا لكم تبخروا واحنا قلنا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خلاص ما مشكله بكره بنحدد ان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ونشوفكم بعد بكره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. سلام الله يديم العافيه مع السلامه تمام الله يعني يا رب
قال